وزارة الداخلية دعت الجميع إلى وجوب الانضباط ومراعاة السلوك العام خلال الاحتفالات العامة وتجنب الاختناقات المرورية في بعض المواقع، وكذلك تجنب القيام بأي أعمال تعكر أو تضايق الأسر أثناء الاحتفالات الوطنية أو الإدلاء بأي بلاغات كاذبة. أكد الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ أن القطاع عد خطة أمنية متكاملة لمواكبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية والتحرير، موضحا أن الخطة ترتكز على دعم الإيجابيات وتلافي السلبيات التي ظهرت في الاحتفالات السابقة. رجال الأمن راح يكونوا متواجدين، ورجال المرور راح يقومون بخطتهم الكبيرة نحو تسهيل حركة السير سواء في الطرقات الرئيسية أو حتى في المناطق الخارجية في الشاليهات ومناطق البر وغيرها. لكن يبقى المواطن في تقيده، في اتباعه للقوانين والتزامه بكل الآداب المرورية ومراعاته لكل القوانين اللي افترض أن يراعيها ويتجاوب مع الجهود الأمنية، ونبرز عملية الاحتفال بأبهى صورة.